طبعا احنا 24 ساعه بتفصلنا، انا بشوفها مباراه مهمه جدا، مش بس عشان هي اولى خطوات الاستعداد والتجهيز لماتش سوبر مصري هيجمع بين الاهلي وطلاع الجيش، لكن كمان انا شايف انه جمهور النادي الاهلي مستني الماتش ده عشان يتفرج على الفرقه في ثوبها الجديد، يتفرج على سكواد الاهلي بعد الصفقات المحترمه الحقيقه والاسماء المحترمه اللي انضمت لفريق النادي الاهلي واللي ان شاء الله بتدعم صفوفه عشان يكون قادر على حصد كل البطولات في الفتره اللي جايه وما اكثرها الحقيقه. ماتش بتروجيت بكره واحده من مباراتين وديتين هيخدهم الاهلي على مدار الاسبوع ده، وصولا بقى لمواجهه او بانطلاقه المشوار. احنا اتفقنا انه ماتش طلاع الجيش هو بطوله في حد ذاتها، ولكن بدايه مشوار جديد وبدايه موسم جديد رغم انها ماتش او مباراه اتاجلت على مدار موسم كامل. بيشرفنا النهارده واحد من اكبر نجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. مساء الخير يا كابتن. كابتن احمد نور بيك، وحشنا والله. والله وحيك، وحشنا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. نطمن الاول على وجهه نظر كابتن ماهر في شكل الاهلي، ملامح الصفقات الجديده اللي ضافت على الفريق، قدره الفريق على المنافسه على الالقاب في الموسم اللي جاي، شايف التدعيمات اللي تمت سواء من ناحيه كواليتي اللاعبين او من ناحيه المراكز اللي تم تدعيمها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، تملي يا احمد احنا عندنا يعني بعد نظر بشكل كبير. ايوه واخد بالك، ودي الاحترافيه اللي موجود عليها النادي الاهلي، ان احنا من بدايه الدور الثاني بدانا نتكلم على الصفقات وبدانا نتكلم على مش عايزين نقول الاحلال والتجديد، الاماكن اللي محتاجها مستر موسيماني. مستر موسيماني الفتره اللي فاتت دي بنحييه طبعا بصراحه على الشوط اللي قطعه مع النادي الاهلي، ويمكن احنا في كذا حلقات قلنا ان الراجل ما عملش فتره اعداد وان الراجل جه على موسم كبيس واجه ظروف صعبه جدا في منتهى الصعوبه، كورونا واصابات والتحام بقى الدوري، مؤجلات ثم كاس مصر ثم افريقيا. فالنهارده بصراحه بنحيي مستر موسيماني وجهازه الفني، بنحيي اللاعبين كمان يا احمد بصراحه اللي بقالهم سنتين قطعوا شوط كبير جدا، النجوم النادي الاهلي ال 30 لعيب على مدار ناصر ماهر وهو ظاهر في الكادر كده، تقول ايه لناصر كابتن ماهر؟ يعني ناصر سواء مكمل او مش مكمل، انا بشوف واحد من اللعيبه اللي عندها قدرات مميزه جدا. ايه الرساله يقولها كابتن ماهر قبل ما انا بقول عوده حميده؟ ناصر احنا شفناك بره في الاعاره. أيوة. ودي من ضمن الحاجات اللي تحسب للجنه التخطيط والجهاز الفني، الاعاره اللي اتعملت لسموحه. شفنا ناصر بشكل كبير جدا كان مع سموحه مفتاح لعب خطير، بيجيب جوال، متحرك، نشط، لفت انظار الجميع يعني. أيوة. بس في اوقات بتيجي على اللعيبه كابتن ماهر بيقفل، بيبقى الظروف انه ما يبقى بعيد او يبقى حاسس انه فرصه يرجع بعيده بالظبط، عايز يرجع يلعب وغيابه وبعده كل ما المسافه والمده بتأثر عليه. بتأثر عليه ازاي يشيل الحمل اللي جواه ده؟ انا عايز اقول له اصبر الفرصه جايه. وطول ما المنافسه شريفه بينك وبين طبعا قفشه اللي احنا بنعتبره نجم النجوم في العامين الماضيين، فوارد جدا قفشه في اوقات كان مجهد وكان بعيد وكان مصاب وبعيد عن المكان. النهارده ناصر ماهر يقدر المنافسه الشريفه دي تبقى موجوده، وانا عايز اقول يعني المنافسه يا احمد لازم لما تركب بلغه الكوره خلاص بقى افضل بقى، يعني الراجل الاساسي في المكان ده يستنى بقى كمان هو يجتهد. الحفاظ على القمه اصعب من الوصول. طبعا طبعا. فهو ده الصراع الجميل اللي بين اللعيبه. يمكن الفرصه السنه الجايه او الموسم الجاي هتبقى اصعب. انت أكتر. عندك فاسي تاو بيلعبها، عندك عبد القادر بيلعبها، اسمه ده بتاع الاتحاد عمار كمان من اللعيبه الممتازه بصراحه. فالنهارده حته الاعاره دي يا احمد اظهرت لنا الولاد دي صحيح، عكس لما هيقعد واخد بالك وما يلعبش مباراه واتنين زي ما انت قلت وبعدين يخش في اكتئاب وبقى يخش في مشاكل، لا اعاره يعني قدرت بقى ياخد خبره اديته خبره واحتكاك بالدوري الممتاز، دوري قوي بقاله سنتين. فانا شايف ان رجوع اللعيبه دي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، اكتسبوا خبرات في السنتين اللي هم طلعوا فيها وبقى عندهم ثقه ان هم يرجعوا النادي الاهلي وياخدوا اماكنهم اللي هم بيصارعوا من خلالها، وده الحياه الجميله اللي فيها شفافيه وعداله من الجهاز الفني لكل اللاعبين. يعني مفيش حكر على لاعب معين، مفيش مكان مكتوب باسم واحد. القماشه اللي موجوده دلوقتي تسمح لمستر موسيماني والفتره اللي برضو اللعيبه يعني خدت نفسها فيها شويه وريحت شويه،
تسمح لنا بعوده تيكي تاكا الاهلي؟ يعني متوقع انه من ماتش بكره الجمهور ينتظر انه يشوف كره حلوه، يشوف قدرات هجوميه على اعلى مستوى، قدرات دفاعيه، ولا الموضوع ده برضو نقول للناس انه هيجي بالتدريج؟ هو بص احمد، هيجي بالتدريج، خصوصا انك انت دلوقتي في لعبه وافده عليك، اذا كانت افارقه او اذا كانت اولادنا اللي في الاعاره مع اولادنا اللي موجودين. لكن المشروع اللي في دماغ مستر موسوماني هو ده، الكره البرازيليه، الكره اللي بيحبها جمهور النادي الاهلي، مع المكسب طبعا واخد بالك، واحراز النتيجه الايجابيه، ثم اللعب اللي احنا متعودين عليه. يعني انا عايز ارجع لورا شويه، مستر مانويل جوزيه لما كان موجود حط فينا حته التمرير. أيوة. دي اخطر كره على الارض بالظبط، اخطر من مراوغه طبعا. يعني مهاره التمرير بقت في علم التدريب دلوقتي هي رقم واحد، ويليها المراوغه رقم اثنين. فمستر مانويل جوزيه كان بصراحه ضليع في الحته دي، البساط 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 البساط، وبعدين الثغره اللي تتفتح اخش منها اقدر اجيب جول. أيوة. وبعدين لما تتقطع مني كوره ارجع عشان اجيب الكوره، الضغط اللي احنا بنلعب، الضغط الامامي، الضغط من نص الملعب، الضغط من التلت الوسطاني. فدي كانت ميزتين بصراحه موجودين في مستر مانويل جوزيه. انا شايف ان موسيماني عنده النهج ده، عنده الحس ده، هو في كل كلامه بيتكلم ان انا عايز العب النادي الاهلي كوره متطوره، كوره برازيليه تليق بقيمه نادي القرن بطل افريقيا. فانا متاكد ان السنه دي تركيز مستر موسيماني على الجانب ده بشكل كبير، مع الجمل التكتيكيه طبعا اللي بيحفظها. زي ما انت قلت، الناس جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيستنى بالنخبه الجميله من اللعيبه المميزه اللي احنا قدرنا، اذا كانوا افارقه او المعارين الموجودين، حتى اللي موجودين. أيوة. كلهم لعيبه على اعلى مستوى بصراحه، وانا شايف ان السنه دي من بدايتها كده هنحس بتغيير شامل في صفوف النادي الاهلي ان شاء الله. هكلمك على التغيير لان ده برضو شغل شاغل وسؤال مهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بس خليني الاول اقول، هل بسكواد الاهلي اللي موجود حاليا، يعني مش عارفين الباب مفتوح لسه للصفقات او لا، لكن في النهايه احنا قدامنا صفقات تمت بالفعل، محترفين افارقه، محترفين مصريين، لاعبين معارين رجعوا للنادي الاهلي مره ثانيه، هل كده يا كابتن ماهر نقدر نقول انه عامل الاجهاد او مشكله الاجهاد اللي عانينا منها الموسمين الاخرين مش هتتكرر معانا، رغم انه متوقع ان يبقى في سيناريو لضغط الماتشات وتوالي البطولات زي ما حصل الموسم الاخير؟ متوقع، يعني بقول متوقع لغايه اللحظه دي انه يتكرر الموسم اللي جاي؟ لا ان شاء الله، انا عندي احساس بالراحات اللي اتخذت خلال الفتره اللي فاتت ديت، انا عندي احساس ان اللعيبه عندها استشفاء وعندها تشويق بشكل كبير جدا ان هي ترجع الملعب بسرعه. في تحدي يا احمد، كنت تحس ان البطوله الجايه في تحدي من لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مش هيبقى موسم فيه اجهاد للعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لك ان كمان مستر موسيماني بيحافظ على الناس على قد ما يقدر، الناس اللي اشتغلت معاه. في مراكز عندك فيها بديل واثنين وثلاثه طبعا. يعني كل مركز النهارده ممكن نحط فيه اسمين على نفس المستوى من الكفاءه، فبالتالي فكره لا قدر انه لعيب يتصاب فتبقى عندك مشكله، او انه لعيبه تبقى مجهده فيبقى عندك مشكله، اعتقد دي احنا عديناها الموسم الجاي. بالظبط، يعني من ضمن الشغل الشغل للجنه التخطيط مع مستر موسيماني ان حته انك انت جبت الاماكن اللي انت فعلا محتاج فيها رقم واحد ورقم اثنين. طيب. عشان زي ما قلت لك احمد، احنا غير طبعا البطولات اللي احنا ان شاء الله باذن الله، التحدي اللي موجود الموسم ده على حصولنا على اكبر كم من البطولات، لكن الكوره الممتعه اللي جمهور النادي الاهلي فعلا ان شاء الله باذن الله مستنيها، انا متاكد ان بدايه من المباراه الحبيه هنبدا نحس بتغيير كبير. ايه الاهداف اللي تسعى لتحقيقها من ماتشين زي مواجهة بتروجيت بكرة والمقاولين الخميس إن شاء الله؟ إيه الحاجات اللي أنت تخاف منها أو يعني تعمل تحطها في اعتبارك، وإيه الحاجات اللي أنت عايز تعملها قبل ما توصل لمباراة بالنسبة حتى للعيبة الجديدة؟ هي أول مباراة رسمية هتلعبها مع نادي الأهلي، هي مباراة بطولة. هو البرنامج اللي اتعمل يا أحمد حلو قوي في حتة الراحة بصراحة، يعني راحة اللعيبة كلها، ده كان بداية البرنامج من أوله، ان اللعيبه تطلع بس عن الضغط العصبي اللي كانت موجوده عليه، الاصابات والاجهاد و و و سبعة ايام في بلغه الكوره، احنا حتى في اوروبا يعني يمكن سبعة ايام دي بيعتبروها كبيره قوي او كتيره قوي. فالنهارده حته الراحه دي ومش هنقول عليها سلبيه، ان اللعيبه خارجه فت 100%، رجوعهم طبعا لبدايه الموسم احلى حاجه في الدنيا هي كره القدم، واللعيب ما بيعرفش حاجه
وما بمزاجه ما بيظبطش الا ما يروح تمرينه ويلعب مباراه حبيه ثم مباراه رسميه ثم بطوله ثم يكسبها ويدور على البطوله الاخرى. فانا شايف ان يعني من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله هتبقى ايجابيه اكتر من الحاجات السلبيه. الحاجات السلبيه مستر موسيماني حاط ايده عليها ويمكن اقصرها مشاكلنا في خط الظهر. مشاكلنا في خط الظهر. فاكيد مستر موسيماني في الفتره ديت يعني عمل دراسه كبيره جدا في جميع الماتشات وايه الظروف اللي وقع فيها خط ظهرنا في بعض المشاكل والثغرات الدفاعيه. هي دي المشكله اللي ممكن يعني تكون مستر موسيماني حاطط التركيز بشكل كبير جدا من خلالها. انت واحد مفتاح الخط الظهر الاهلي على مدار تاريخه يا كابتن ماهر. نعم. يعني لو كلمت باكات الاهلي وشايف انه في حاجات لابد انها تتخذ في الاعتبار سواء عشان يطلعوا بمستواهم او يطوروا من مستواهم او عشان يشتغلوا على بعض السلبيات او الاخطاء اللي ممكن تكون مقابلاهم. هم معذورين يا احمد. ليه بقى؟ لانك انت كل ثلاث ايام صعب جدا ان مدير فني في كل ثلاث ايام يقدر يصلح الاخطاء او يحافظ على الحاجات الايجابيه. انت محتاج وقت اربع خمس ايام عشان تقدر تتعالج الاخطاء دي. فدي برضك من ضمن المشاكل اللي قابلت الجهاز الفني ان كل ثلاث ايام مباراه وبعدين من بطوله لبطوله. فانت النهارده هو شايف ومسجل الاخطاء اللي موجوده والسلبيات اللي موجوده عشان تشتغل عليها بالظبط محتاج وقت عايزه وقت. فانت النهارده ان شاء الله 400 انا شايف من البدايه هو ده الخط الوحيد اللي مستر موسيماني هيبقى عينيه مصحصحه بشكل كبير. لكن انت عندك نص ملعب من اقوى نص الملعب اللي موجود في افريقيا. أيوه. واتكلمنا عنهم كلهم افراد حاجه تفرح. النهارده كمان الخط الهجوم اذا كان راس الحربه او الخط اللي تحت راس الحربه عندنا اتنين من افريقيا بيعتبروا من افضل اللعيبه اللي موجوده. هيعملوا لنا حاله وهيعملوا لنا صراع جميل جدا بينهم وبين اللعيبه ومن بعض موجود. وغيره بقى بلغه الكوره غيره عشان العب وعشان اقول ان انا موجود. فالنهارده في حاله جميله. متوقع مين يكون مفاجاه الاهلي الموسم اللي جاي؟ يعني مين اللعيب اللي انت بتراهن عليه يا كابتن ماهر؟ يعني انا طبعا او اللعيب اللي انت مستني تشوفه في الملعب يعني يعني انا طبعا اختيار مستر موسيماني من الاثنين الافارقه دول متشوقين لحته الاختراقات والسرعات وحته المهاره واحراز الاهداف بوجود طبعا شريف. يعني شريف يعني وصل لمرحله من التهديف كمان بشكل كبير جدا. الولاد بتوع الاعاره يا احمد بتمنى نشوف عبد القادر نشوف ناصر. أيوة. عمار برضك لعيبه جميله ولعيبه ملفته ولعيبه مؤثره. ربنا يبعد بقى طبعا اصابات عن بنون وخط الظهر والشناوي. المجموعه ككل بصراحه لعيبه عايز اقول ان الموسم ده احساسي كده ان هم هيعملوا لنا موسم استثنائي بالظبط غير المواسم السابقه ان شاء الله. ان شاء الله يبقى تتويج بالبطولات باذن الله ومع كره ممتعه ومرضيه لعشاق النادي الاهلي. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن النادي الاهلي ونخش في تفاصيل الموسم الجديد خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل كلامنا مع نجم النادي الاهلي سابق كابتن ماهر همام. لعيبه كتيره خلينا نتفق انه نسخه الدوري الاخيره برغم طبعا ما عليها من سلبيات كان فيها سلبيات كتير وكان فيها اوجه قصور. وهنا انا مش بتكلم بس على فكره انه نتائج الماتشات او تتويج ببطوله الدوري اللي راحت لنادي الزمالك، لكن انا بتكلم على دوري من المفترض ان هو يكون الاقوى عربيا وافريقيا، كان يستحق الحقيقه انه يكون ليه قواعد تنظيم اوضح من كده، جدول مباريات محطوط في اعتباراته كل المشاركات الدوليه او التوقفات الخاصه بمشاركات الانديه المصريه، مستوى تحكيمي، مستوى نقل تلفزيوني، اعتقد يعني كان يبقى افضل من كده. مش عارف تتفق ولا تختلف معايا يا كابتن. يا ريت يا احمد احنا بنتمنى بقالنا 40 سنه صراحه يعني فاقدين التنظيم الاداري ده على طبعًا. مستوى كل المنتخبات صحيح والمسؤول عنه اتحاد الكوره بصراحه يعني. وبيدفع ثمنه الانديه والمنتخبات حرام. في نفس الوقت يعني حرام. النادي الاهلي بيتظلم، النادي الاهلي بيقع تحت اجهاد، النادي الاهلي عدم التنظيم المباريات ديت ما بيقدرش يحط برنامجه صح. احنا اللي بنتظلم لان احنا مؤسسه تنظيميه ومؤسسه فنيه على اعلى مستوى. وزي ما قلت لك ان احنا عندنا مجلس اداره عينه على السنه الجايه واللي بعديها واللي عنده مشروع بيشتغل عليه بشكل كبير يعني طبعا.
لكن من الايجابيات كابتن ماهر انه كان في فرق كوره كتير بتلعب كوره حلو. يعني دوري قوي والدوري اظهر لعيبه، مش بس بتكلم على لعيبه الاهلي والزمالك، لكن في فرق كتير جدا لعيبه على مستوى مميز. عارف يا احمد ده بيرجع ليه؟ ان مجالس الادارات قدرت تحط ايديها مع الجهاز الفني على احتياجات الفرقه في الموسم ده والموسم اللي فات، عشان كده كان دوري قوي. ودي برضك من ضمن الحاجات اللي بدات. مين لفت نظر كابتن ماهر همام بره الاهلي والزمالك؟ لو قلت لك كده يعني مين اهم اللاعبين في الدوري في كل الفرق اللي لفتوا نظر كابتن ماهر؟ يعني انا بتكلم على يعني اللي عملوا جو جميل جدا. اللعيبه المحترفين اللي موجودين مع لول وبنون عندنا عملوا حاله بشكل كبير جدا بصراحه يعني، ومعهم طبعا شريف ومعهم قفشه ومعهم ديانج طبعا. يعني في حاله جميله جدا. وبعدين كمان ربنا كرمنا ان كان في اكتشافات، يعني زي اكرم توفيق ده من ضمن الاكتشافات الجميله. لكن يعني لو اخترت لي اسم من بره الاهلي، يعني مين اللعيب اللي عجبك من بره الاهلي؟ يعني تحس كده بن شرقي في الزمالك ان يعني بيلعب بمزاج، يعني عارف نظام حازم امام، نظام حسن شحاته، يعني يمتعك. يعني بيلعب بمزاج الاول، كيف نفسه وبعد كده يبدا بقى يشتغل. فدي من ضمن الحاجات اللي كانت برضه بتفرق مع اللعيب قوي لما تلعب بالمزاج. يعني كانوا بيقولوا زمان الغزاله لما تبقى رايقه تحس انه اللعيب بيطلع اللي عنده. عشان يوصل اللعيب اي لعيب كوره لمرحله الروقان والانسجام دي. يعني من اول كوره يا احمد كان حازم امام يستلم لازم يعمل الحاجات بتاعته دي. لو ما عملهاش يحس ان هو اليوم النهارده هيبقى مش يومه. بنشارك كده. استلام مش عارف بيستلمها ازاي، واخد بالك؟ في لعيبه بتكتفها المدربين او في لعيبه بتخاف من الجمهور؟ بتخاف من الجمهور لكن لكن المدرب يكتفه ما افتكرش، لانك انت خلاص بيبقى ساعات بيبقى عندك المرونه التكتيكيه، انت بقى حاجه ليك انت. يعني ساعات اللعيبه دي بتخلق في التلت الهجومي حاجات ما لهاش المدرب. يعني زمان لما كان عندنا مستر هدوكوتي فكان عندنا العظماء في الحته القدمانيه، فكنا بنعمل جمل تكتيكيه الخطيب بيطلع عليها وطاهر عظماء في كل حته كل الخطوط يا كابتن. فمستر هدوكوتي كان يركبها، واخد بالك؟ بص الذكاء المدرب، ويجي يشتغل عليها في التدريب. في الحصص التكتيكيه. طب ما هو دي الخطيب عاملها او طاهر مصطفى عبده. فذكاء المدرب ساعات بيبقى فيه مرونه تكتيكيه للاعب بيجبرك انك انت انك دي جمله ممكن مركبه نقدر نشتغل عليها. فانت اللعيبه المهاريه اللي في التيت الهجومي بتصنع لك الفارق. في حاجات انت بتقول ايه باصي فيها، هو لا شايف واحد ضد واحد بيفوت يجيب جول. في حاجات تقول لازم يساعد فيها يروح شايت. زي قفشه. حاجات اللي هي المفاجاه دي. في خطوط عريضه بيقولها المدرب، لكن اللعيب بقى بحسه بيتفوق ساعات على فكره المدرب. وده ميزه في لعيبه النادي الاهلي ومتورصين بيها. النادي الاهلي هو الوحيد اللي عنده تكتيك، هو الوحيد اللي عنده سيستم، هو الوحيد اللي عنده نظام هجومي بشكل ازاي، عنده نظام دفاعي بشكل ازاي. يعني النادي الاهلي بصراحه لما تقعد تفكر كده، يعني امبارح انا عجبتني حلقه الكابتن مصطفى عبده وكابتن شحته. شوف كابتن شحته اسكندريه قال ايه عن النادي الاهلي. قال لك لا، يعني النادي الاهلي ده مدرسه، احنا بنحبه عشان بنتعلم منه، لان هو بيفيدنا، ما نكرهوش. احنا ما بنكرهش النادي الاهلي، احنا بنحب النادي الاهلي. الناس السويه المحترمه طبعا عشان النادي الاهلي ده معلم. النادي الاهلي ده بيعلمنا. والله كنت بقول انه اي يعني بعيدا عن الانتماءات والمنافسه، اسم النادي الاهلي بيشرف كل المصريين حقيقه كابتن ماهر. وخد بالك يا احمد، انا عايز اقول لك في بعض اللقاءات لنجوم الزمالك بيقولوا الجمل دي. بيقولوا الجمل دي، النادي الاهلي عشان منظم، والنادي الاهلي عشان عنده ثبات، النادي الاهلي عشان ايد واحده، النادي الاهلي عنده اداره قويه، جهاز فني على، فالاهلي بيكسب. صحيح. يعني كلمه الحق بتطلع. لا ده هيقلل من انجازات النادي الاهلي، ولا هيقلل حتى من الكيانات اللي موجوده بالظبط. صحيح. واحنا صحيح. كمان احنا بنطلع لما الزمالك بيحقق بطوله، احنا اول ناس الكابتن محمود الخطيب بيبارك للناس، لان احنا القدوه، احنا اللي الناس بتستفاد مننا بتتعلم مننا. صحيح. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتحصل. طيب من ضمن الحاجات، يعني اتفقت او اختلفت على كره موسيماني، حطيت الظروف اللي واجهها على جنب، في النهايه ما تقدرش تقول غير شابو يعني بالزبط. للراجل على الموسم بالزبط. اللي عمله موسم استثنائي. لكن ما حدش يختلف على انه الراجل كان صاحب بصمه كبيره جدا وواضحه جدا مع عدد من اللعيبه، اهمهم يمكن او ابرزهم كان محمد مجدي قفشه ومحمد شريف
واكرم توفيق. بالظبط. في اسم تاني تحب تضيفه بدايه لدول حسيت انه مع مستر موسيماني ظهر بشكل مختلف؟ قبل ما نروح للسؤال الاساسي. لا هم دول ابرز ثلاثه. الثلاثه دول متفقين بصراحه. طيب. يعني مين اللي انت مستني في الموسم اللي جاي انه مستر موسيماني يشتغل عليه لانه كابتن ماهر همام مقتنع انه اللعيب ده عنده اكتر من كده؟ يعني احنا بالنسبه لنا نختار اسم دفاعيا واسم هجوميا. يعني محمد هاني هنستنى منه محمد هاني الفتره اللي جايه. شايف انه هاني لسه ما جاش عنده طبعًا. اكتر من كده. حمدي فتحي. حمدي فتحي الملعب. ايوه عايزين حمدي بردك يرجع من البوكس للبوكس اللي احنا اتعودنا عليه. تمام. تصويبات من خارج ال 18، الاجوال اللي بيجيبها بدماغه، المتابعه الجميله، ازاي بيرتد وبيدافع بشكل كبير. بردك حمدي فتحي مستنيين منه كثير ان شاء الله. تمام. الفتره اللي جايه يعني. هجوميا. هجوميا يعني اسم واحد يا كابتن. صلاح محسن. صلاح محسن. يعني صلاح محسن. ان شاء الله يعني هيجي عنده من الدوافع وعنده من الامكانيات، بيلعب بدماغه كويس قوي، محطه بيتحرك خارج الصندوق، بيساند مع زمايله. انا شايف ان بردك صلاح محسن من ضمن الحاجات اللي جايه ان شاء الله الفتره اللي جايه. هتتفرج بكره على ماتش بتروجيت اكيد ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله. يهمني جدا اسمع رايك في الظهور الاول. هو احنا كنا لسه بنقول ساعه الفصل. هي مباراه وديه صحيح. لكن جمهور الاهلي كله مستنيه جدا يا احمد. جمهور الاهلي اللي احنا بنقول عليهم 70 80 مليون. أي. متشوقين جدا للنادي الاهلي خلال طبعا التجديدات اللي حصلت. اللعبه الافارقه، اللعبه الجديده، الناس صحيح. عايزه تطمن على النجوم ان شاء الله. والنجوم دول ان شاء الله احنا شفناهم عندهم ثقه كبيره جدا ان هم يخشوا ويأدوا ان شاء الله، ياخدوا دورهم بشكل كبير جدا في بإذن الله. ان شاء الله نستمتع بعرض ممتع ومطمئن، والصفقات الجديده تظهر بشكل قوي. بس نقول للناس تصبر برضو، لانه بيبقى من الوارد مهما كانت امكانيات اللعيبه اللي مش ممكن حد يختلف عليها انه عشان يخش في قماشه الفرقه يبقى فيه الانسجام والتفاهم بتاخد شويه وقت. هيصبروا يا احمد. جمهور النادي الاهلي مثقف وواعي، وانت تملي يعني مفرحه على طول. هم مستنيين البطوله اللي جايه. ان شاء الله. احنا مش بطوله، احنا بطولات. ان شاء الله. يعني كلمه بطوله دي ما بتمشيش عندنا احنا. ايوه صحيح. احنا بنلعب في 6-7 بطولات. صحيح. وبنحارب على 6-7 بطولات دول احنا ناخدهم. فجمهورنا الاهلي مثقف واعي جدا، وبعدين بيساند اللعيبه صراحه يعني. طيب. اي ما يحصل مواقف يعني فيها حاجات سلبيه تلاقي جمهورنا الاهلي بيساند بشكل كبير، ويقول لك لا احنا وراكم ما تقلقوش. وحصل حصل صراحة. ولمسناه بشكل متفهم وواعي جدا 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 جدا, جداً, جداً, جداً. صراحه يعني. طيب اخد حضرتك لمنتخب مصر شويه. اتفضل. ويعني طبعا احنا لغايه اللحظه يمكن موقفنا مش سيء قوي في تصفيات كاس العالم، بس عايز من وجهه نظر كابتن ماهر همام تقييم للفتره اللي تولى فيها كابتن حسام بدري المسؤوليه، وهل بتشوف انه كابتن حسام البدري ظلم نفسه ولا ظلم المنتخب معاه، ولا في النهايه هو مظلوم ومجني عليه؟ بص احمد، هو طبعا شرف لاي حد. يعني انا اشتغلت في منتخب مصر 2002 و 2004 مع كابتن محسن صالح كمدرب عام. شرف لاي حد ان هو يمثل منتخب مصر او يلبس تيشيرت منتخب مصر او يشتغل في الجهاز الفني لمنتخب مصر. فحسام من خلال شخصيته شخصيه قويه متزنه، اكتسب خبرات كثيره جدا من النادي الاهلي في البطولات اللي حصل بيها، اشتغل مع مستر من وجهه زيت، اتعلم منه حاجات كثيره جدا. خارج مصر كان ليه نجاحات، داخل مصر في الدوري كان ليه نجاحات. بس انا عايز اقول لك ان المنتخب احمد من كاس العالم مشروخ. المنتخب من كاس العالم روسيا. يعني حصل يعني انقسامات بشكل كبير جدا جدا ايام كوبر بسبب الاداره، الجانب الاداري، وبعدين كمان مستر كوبر ساعد ان ما قدرش يلم الكلام ده في الجانب الفني، فظهرنا بمظهر سيء جدا. أي. وتقال بقى بعض الحاجات و و و و خلاص. من خلال المرحله دي يا احمد احنا مع الاسف ما تعالجتش. ما لقيناش حد يلم العيال، يلم اللعيبه. يعني ما لقيناش مدرب عام، مدير فني يلم اللعيبه وقربهم من بعض. خد بالك يا احمد، شغل المنتخبات معظمه نفسي. ايوه خلاص، ويليه خططي. تمام. فالنفسي ده مهم، انك انت تلم اللعيبه دي على اعلى مستوى. محتاجه فشل كابتن حسام في احتواء اللاعبين نفسيا. انا شايف ان حسام يعني هربت منه بشكل كبير جدا. وبعد الحاجات اللي احنا شفناها في اداره المباراه. الحاجه الثانيه كمان، انك انت في المنتخبات احمد في ثوابت، في 18 لعيب موجودين، في 20 لعيب موجودين، يعني التغييرات بتبقى على حدود معينه. بس خليني اصل اللي حضرتك قلته ده يعني مع كامل الاحترام لاسم كارلوس كيروش، واحد من اكبر مديرين فنيين، يعني اسمه محترم في عالم التدريب،
انا ما شفتش حد اجنبي نجح مع المصريين نفسيا يعني بالزبط. كل اللي نجح مع المصريين أنا معاك. كانوا مصريين. بس اقول لك حاجه يا احمد، دور بقى الجهاز الفني دور المعاونين كابتن بسرعه طبعا ما هو ده دور المعاون هنا اللي انا بتمنى لهم التوفيق طبعا ضيا وزملاته. انت ايه رايك في الاسماء اللي تم اختيارها بدايه؟ ما هو بردك يعني الناس اعتمدت ان في خبرات قبل كده مع المنتخبات وخبالك ممثله في ضيا، فضيا يقود مع الراجل ده الفتره الجايه. مهم ضيا ان ازاي بسرعه ادخل الراجل ده زي ما اتكلمنا، الحاله النفسيه ازاي يلم اللعيبه وخبالك. الحاجه الثانيه كمان اللي احنا بنحيي فايلر فيها لما جه في ال 13 يوم، الراجل شخصيه قويه وبسرعه وغير من مفاهيم لعيبه النادي الاهلي وشكله اداء النادي الاهلي، وكنا خايفين عليه في افريقيا، نجح في اول تجربتين. احنا محتاجين كده. هو لا يعني انت تجيب بمناسبه انت بترجع فلاش باك، تجيب مدرب من اوروبا ما اشتغلش في افريقيا قبل كده، يقول لك راح تجيب مدرب من اوروبا ما اشتغل مع النادي الاهلي. لا انا بيشتغل مع الاهلي لكن اقصد اقول لما جه فايلر الناس قال لك مين بالظبط مين دوت والناس هجمته لما جبت موسيماني اللي قاعد في افريقيا قال لك لا ما ينفعش يعني احنا محيرين. بس انا عايز اقول لك يا احمد من خبراتي، مهم جدا الجهاز المعاون كل الادوار الشخصيه يحطها على جنب. مهمه مصر بصراحه كابتن ماهر، قبل ما يتم الاعلان عن اسم كارلوس كيروش، كان نفسك مدرب وطني يتولى المسؤوليه ولا كنت بتفضل ان لا انا اجنبي اسباب. هقول لك الاسباب ايه. اجنبي معلوش ضغوطات يا احمد يعني ما بيتشتف في المدرج ومش عارف احنا بنقول ايه على السوشيال ميديا بيتقطع ما احنا مش عارف. لكن قوي الشخصيه، العامل النفسي بيتعامل مع اللعيبه كلها سواسيه. ايوه العقاب بيعاقب كل الناس ما بيسيبش حاجه، مفيش ده كبير وده صغير. لا 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 لا. وبعدين الحاله الفنيه بقى، ما انت انا عايز اقنع محمد صلاح، انا عايز اجبر محمد صلاح انه يخش في في السيستم من خلال شخصيتي، من خلال حاطط ايدي على الجديد، طرق اللعب، الحاجات الفرديه، الحاجات اللي مع كابتن حسام. كنت شايف ان في لعيبه خارجه عن السيطره كتير قوي كتير قوي، ده كمان حتى الجهاز احنا اكتشفنا ان في كمان بينه وبين طارق مصطفى مع الاسف، وده ما انا بقول لك دي مشكله. يعني بص يا احمد انا عايز اقول لك ايه، كاب صالح الله يرحمه اول ما جاب لنا هولمان 95 راينر هولمان فكان الجهاز اللي موجود اتقعد مجلس اداره النادي مع الجهاز، احنا عايزين ننجح الراجل ده. تمام. ننجح الراجل ده ازاي؟ انتوا عارفين تنجحوه ازاي. كل ثغره وكل مشكله وكل كلنا بندوس عليها وما نقولهاش للراجل في سبيل ان احنا نكبر الراجل. ما هو الراجل لما بينجح احنا نجحنا. صحيح. واخد بالك؟ النجاح بيحصل من الجهاز كله. كل واحد ليه دور. طبعا. الراجل بعد ما تعايش معانا بعد شهر قال لك مرمم انت ليك دور كذا، كرامي انت ليك دور كذا، ساب انت ليك دور كذا، ومشيت القصه ثلاث سنين بنجاحات مهوله. ايوه. مع سبورت بقى طبعا مجلس اداره في ظهر الجهاز واخد بالك؟ حتى اللعيبه كمان بتحس بالقيمه دي. اللعيبه لما بتحس ان رئيس الاتحاد قوي والجهاز الفني قوي وجهاز المعاون قوي، خلاص هم اوريدي هيمتثلوا. يقول لك لا اللي عملناه ما فيهاش هزار. فانت النهارده شخصيه المدير الفني اللي بتجبر اللاعب نفسيا وبتجبره تكتيكيا كمان في الملعب. ما انت النهارده ما تزعلش مني، مش هقول لمحمد صلاح العب انت يا صلاح بقى في التيت الهجومي، لا ده انا هقول له صلاح خد بالك يا صلاح، انا عايزك النهارده لما تخش لجوه يبقى الراجل الباك يطلع لبره، تخش جوه تعمل دبل باص، خش جوه شوت في الجول. انت بتقول لصلاح خطوط عريضه في الشغل. مش هسيب صلاح. هو في بعض المدربين الاجانب بيقول لك العب يا صلاح بالظبط كده، العب يا صلاح. لا فالكلام ده كله بيعجب اللاعب. اللاعب لما بيلاقي المدرب شخصيه وفاهم، فاهم في الطرق الدفاعيه، فاهم في الطرق الهجوميه. هو فايلر شدنا ليه يا احمد؟ 13 يوم الله غير منتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي، حسينا اللعيبه ايه ده؟ اللعبة خفيفة الحركة، بصمته كانت واضحة، الشغل التكتيكي هو ده يا احمد. هو قيمة المدرب كده 13 15 يوم خلاص، على الرغم برضه انها هربت منه في الاخر شوية. معلش بس الظروف برضه اسريا لا لا لا, لا صحيح لكن صحيح. انا بكلمك لا كورة فايلر الخبرة اللي انا اكتسبتها من المدربين الاجانب اللي اشتغلت معاهم هو 15 يوم. علم التدريب بيقول لك 4 أسابيع 6 أسابيع 8 أسابيع. لا 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 15 لا 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 خلاص يعني عامل الوقت مش ضد لا كارلوس كيروش. لا لا ومش ضد أنا ضد لا انا ضد الحته دي. عامل وقت لا 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 انا معايا لعيبه بروفيشنال، معايا لعيبه موهوبين، معايا جيل محترم اللي كان دول والثلاث اربع اولاد المنتخب الاولمبي. لا 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 يبقى انا اسلوبي وشغل المنتخبات يا احمد زي ما قلت لك نفسي. أيوة. وتكتيك الحاجات البدنيه والتجهيزات دي النادي. النادي
خلاص، الا اذا هو حس بكسور يروح بقى للنادي يقعد مع الجهاز الفني يقول له احمد عادل وهيحضر ماتش الاهلي والطلائع تزود له الحته دي. ماهر عايزه تزود له الحته دي في الدفاع. احمد في الحته الهجوميه عايزك تزود له الحته دي. طب لازم يشارك كابتن ضياء النهارده هو بيقرا امكانيات اللعيبه اللي موجوده في الـ في الـ في الساحه يعني في مصر، وهو اللي هي يعني راجل ما اتفرجش وراجل ما يعرفش وما اعتقدش انه عنده وقت يتفرج ولا يعرف، وبالتالي اللي هينور له عليه كابتن ضياء هو اللي هياخده ويتعامل بيه. كابتن ضياء النهارده هو بيراهن في مرحله مش عارف حطينا نفسنا بين قوسين كده في ليه في موقف صعب. انت عندك رايح تلعب ليبيا رايح جاي، وليبيا النهارده متصدره، لو كسبتك ماتش بعد الشر يعني لا قدر الله لو كسبتك ماتش صعبت جدا من ظروف، فالماتشين اللي جايين مهمين جدا. كابتن ضياء من وجهه نظره يراهن على سكواد لعب منتخب مصر الفتره اللي فاتت ما كانش موفق، ما كانش بيقدم اداء كويس، بس الناس دي هي المنتخب قايم عليها بقى له 3 4 سنين من ساعه كاس العالم، ولا جدد دم ودخل لعيبه ثانيه فريش مش مجهده قدمت موسم كويس؟ يعني ناس كتير جدا حاطه علامات استفهام على اسماء، انا ده مش وجهه نظري، ده وجهه نظر الجمهور يعني. احمد عبد القادر ليه مش في المنتخب؟ مصطفى فتحي ليه مش في المنتخب؟ محمد ابراهيم ليه مش منتخب؟ شادي حسين ليه مش منتخب؟ في اسماء كتير كده ممكن احط لك 10 اسماء ليه الناس بتقول اللعيبه دي مش متاخده في المنتخب رغم ان المنتخب بيقدم كره وحشه. الباب مفتوح يا احمد زي ما قلت لك، في شفافيه وعداله هتبقى موجوده. ضياء هيبقى دوره مهم جدا في حته انك انت عندك من الخبرات يا ضياء وعارف الدوري وعارف اشتركت فيه و تمام، فمهمتك يا ضياء انك انت بسرعه هتحط البلان والخطه للراجل من ناحيه القوام بتاع المنتخب، اسمائهم بالعربي وبالانجليزي مكانهم الجواكر اللي موجوده، ده يقدر يلعب هنا وده يقدر يلعب هنا، اقدر اجيب المباريات ابدا احضر له المباريات اللي هي متوسطه المستوى اللي احنا كنا فيها اللي احنا المباراتين اللي فاتوا شكله واداء الفرقه كان عامل ازاي، واخد بالك، والراجل يبدا يتعايش والراجل يبدا يروح الفندق. عايزني افرجه على ماتشين انجولا والجابون؟ طبعا طبعا لازم يا احمد. ليه بقى؟ احنا كنا بنعمل كده مع هولمان وتسوبل، نجيب له الاهلي وهو متوسط والاهلي وفوق متوسط والاهلي وهو جيد والاهلي وهو فوق جيد والاهلي وهو ممتاز، مش مره واحده اجيب له الاهلي وهو 100 100، لا ده لازم اتدرج له عشان هو كمان الراجل يبدا يتعايش ويشوف المشاكل اللي بتبقى فين. بالظبط كده، لكن انا اجيب له لازم افرجه طبعا على اللي فات. ايوه لازم اعيشه في اللي فات، وانا شايف ان كل مباراه حبيه اذا كان للاهلي او الزمالك او الانديه الاخرى اخد الراجل واروح بيه. اذا كان في حد في المنتخب من 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 قوام المنتخب في الانديه اللي بتعمل مباراه حبيه اروح. احمد المهمه صعبه جدا، مش عايز انوم. ازاي نستعيد الشخصيه والهويه مع كارلوس كيروش؟ ده اللي هتكلم عليه مع كابتن ماهر همام في السادسه بعد الفاصل. والله كانت فرصه كمان ان انا يمتد بيا الحوار مع كابتن ماهر اثناء الفاصل، والحقيقه يمكن امكان ليا ان انا انقل حاجه على لسانه طبعا من الكلام اللي احنا قلناه، انه ودي اهم حاجه في المرحله اللي جايه. يعني احنا كنا بنتكلم عن منتخب مصر على لسان كابتن ماهر، منتخب مصر ما فيهوش نجوم، النجوم ده هناك في النادي. منتخب مصر في ولاد مصر اللي شايلين علم مصر ولابسين تيشرت منتخب مصر، وده شرف ما بعده شرف. اللي مش هيقدره واللي مش هيحترمه واللي مش هيبذل اقصى ما في وسعه عشان يبقى يستحق الشرف ده احنا كمصريين مش عايزينه، مهما كان هيعمل لنا ومهما كان هيحقق لنا من انجازات ومن بطولات. مره تانية يا كابتن ماهر اهلا بيك. اهلا بيك في السادسه. الكلام صحيح. الكلام اللي تحت الهواء صعب جدا ان ما انا فاهم طبعا، بس لكن في منه عبر وفي دروس بشكل جميل في صراحة. منه عبر وفي منه دروس طبعًا. لابد طبعًا. انها تبقى واضحه امام الجميع، ما فيهاش تنازلات. احنا ممكن نقدم تنازلات، احنا بنحب نجومنا وبنقدرهم وبنحترمهم، لكن لما الامر يبقى متعلق بعلم مصر طبعا. ما اعتقدش انه في طبعا. حد طبعا. يستحمل طبعا. انه يبقى فوق العلم طبعا. كلنا تحت العلم كلنا طبعا. من اكبر من اول رئيس الدوله بالزبط. لاصغر فرد في الدوله بالزبط. كلنا نحترم هذا العلم ونقدره وليه جلاله وليه قداسته وليه احترامه، وشرف لاي حد مش في الكوره بس انه يمثل او يرفع علم مصر بره في اي محفل، وبالتالي دي مسؤوليه كبيره لابد انه الناس انها تقدر. طيب هرجع تاني للجهاز الفني. كابتن ياس سيد هيحاسب على الفاتوره؟ يعني الراجل دلوقتي استلم الدنيا زي ما انت قلت من ساعه كاس العالم، مفيش حد داوى ومفيش حد لم ومفيش حد صلح اللي اتكسر.
وموقفه في تصفيات كاس العالم مش في احسن احواله، عنده ماتشين صعبين جدا بقوا صعبين جدا. انا متخيل ماتشين ليبيا دول هيبقوا اسهل ماتشين في المجموعه، بقوا صعبين جدا، ورايح مع جهاز فني جديد. ايه الروشته يعني لو كابتن ماهر بيوطي على كابتن ضياء، ايه اللي تقول له الكابتن ضياء سايد في المرحله انا دي؟ بقول له بالتوفيق يا ضياء، الامور اختلفت عن الاول. المرحله الاولانيه وانت مع منتخب مصر اكيد اكتسبت حاجات كتير جدا، زادت الخبرات، شغلك في الدوري الممتاز انت شفت كل اللعيبه، في هيبقى في شفافيه وعداله في التوزيع بشكل كبير، هيبقى ليك دور مهم جدا مع الراجل. زي ما قلت لك يا احمد، المدرب العام هتقع عليه مسؤوليه بشكل كبير جدا. لازم الناس تحس ان في اتحاد كره قوي، ان في خواجه قوي، ان في جهاز معاون قوي، ده هينعكس على الولاد في ادائهم بشكل كبير. وزي ما قلت لك ان دور ضياء ان هو لازم طبعا هيغذي الراجل بالمعلومات بشكل كبير جدا، من ناحيه الخطط، من ناحيه التكتيك، من ناحيه الحاجات المهاريه، الحاجات الفرديه، من ناحيه الجواكر اللي ممكن تلعب في اكثر من مكان، شكل الفرقه، الاسماء بالانجليزي بالعربي، المباريات اللي اتلعبت قبل كده لازم تكون متقطعه واخد بالك وتتعرض على الراجل عشان الراجل يشوفنا في الحاله الدفاعيه شكلنا عامل ازاي، في الحاله الهجوميه شكلنا عامل ازاي، الحاله الفرديه شكلنا عامل ازاي، مين اللعيبه الاساسيه اللي ممكن اقدر اعتمد عليها، الخبرات اللي موجوده في المنتخب اللي تقدر تشيل الفرقه بشكل كبير، ويليهم لعيب الوسط اللي هم بيساعدوا الخبره، ثم الدم الجديد اللي موجود 3-4 لعيبه من المنتخب الاولمبي. يعني ده تكوين الفريق بشكل كبير. فانا بقول لضياء مهمه شاقه جدا، لليبيا دوافعها كتيرة جدا، بتلعب على أرضها، رجعت تلعب على أرضها، عندها طبعا مباراتين كسبانة فيهم بست نقاط، معظم لعبتها في شمال أفريقيا محترفين، في تونس، في الجزائر، في المغرب، عندهم لعيبة، عندهم صورة والهوني، دول لاعبين بصراحه محترمين جدا، انا بحبهم جدا. وبعدين كمان بيلعبوا قدام مصر بقى يا احمد طبعًا. لا هو عنده الدافع ده، انت لو كسبت مصر بالظبط هيمشي، عندك فرصه انك انت الحاجه الثانيه توصل. كمان يعني خد بالك فنيا بيكسبوا بره ملعبهم، ودي كمان جديده على منتخب ليبيا، مش في ملعبه بس، ده كسب بره ملعبه كمان، يعني هو قادر يكسب بره ملعبه. فالناس تقول لك هنستنى انجولا وهنستنى الجابون، لا، احنا المباراتين دول اللي هيخلص على الثاني فيهم مبروك عليه، راح لكاس العالم. فنتمنى طبعا ان مصر زي ما قلت لك ضياء كروش المدير الفني بسرعه يا احمد، ليه؟ كل يوم بيعدي عليك بيفرق، كل ساعه بتعدي عليك بتفرق، لان مفيش وقت. زي ما قلت لك انا لو عندي درايه ناخد الجهاز الفني واروح اشوف المباراه الحبيه اللي هنا اللي فيها لعيبه منتخب مصر، اتابعها المباراه الحبيه اللي هنا، واتكلم على الاجهزه الفنيه، يا جماعه انا عايزكم تزودوا لي الحته دي، زودوا، مش عيب. كابتن جوادي الله يرحمه على اللونج تيرم بقى، على المدى الطويل يعني المدى البعيد. كابتن جوادي الله يرحمه كان بيعمل كده لحد ما يجي لي كل الحته دي، زاد الحته بدنيه، حته تكتيكيه، حته فنيه، لان انا هشتغل تكتيك بس، ما عنديش وقت، معسكر 3-4 ايام وهلعب مباراه. صحيح. فمهم جدا، انا مشفق على جهاز المعاون ومشفق على الاداره الفنيه، وده حالكم بقى، مصر كبيره جدا واكبر من اي حاجه، فاحنا محتاجين نتعب، قلبك يوجعك يا احمد، تعرق كتير جدا، تسن على اسنانك عشان اقدر اقطع بالمباراتين دول لبر الامان، لان مباراتين في منتهى الصعوبه. ليبيا ما بتخافش من حد. رساله للعيبه يا كابتن ماهر، رساله للعيبه يا جماعه، مصر بقى زي ما انت قلت كده احمد، اكبر شيء في الكون مصر تيشيرت المنتخب، وبعدين لعيب الدوري ده محفور في ذهن الجماهير المصريه. يعني لسه الجماهير فاكره الكابتن محمود الخطيب، علي ابو جريشه، علي خليل، حسن شحاته، مصطفى عبده، النجوم اللي خدها بدكرامي، النجوم اللي هي ما زالت ما جاتش من 25 سنه فاتوا ولا 25 سنه جايين، فاحنا هنفتكركم. ابو تريكه، يعني في نجوم مفحوره في طبعًا تاريخ طبعًا الشعب المصري، فنرجو منهم وحسن ان ينسى وشوقي وزيدان بالظبط، ينسى بقى اللي جاي من الابيض، ينسى اللي جاي من الاحمر، ينسى الالوان، اللي جاي من المنتخب ينسى. عايزين نشوف شكل يا جماعه، لان كنتوا جيل مصنف وجيل موهوب، ما ينفعش تبقى دي نتائجكم. قادرين نوصل كاس العالم ان شاء الله؟ من وجهة نظرك ان شاء الله، احنا هفكرك ان شاء الله ان احنا قادرين باذن الله بهذه المجموعه ان شاء الله. الاصعب لسه جاي يعني، لكن بس خلينا خطوه بخطوه ونعدي بس المطب الصعب اللي حطينا نفسنا فيه.
المواجهه الجايه مع ليبيا ذهابا وايابا هتحدد بشكل كبير جدا فرصنا في تصدر المجموعه، وده هدف المرحله يا كابتن ماهر. ان شاء الله باذن الله نورت وشرفت، وان شاء الله نتقابل في احتفال النادي الاهلي بالنجمه العاشره يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله ونكرم نجومنا ونبارك لهم على انجاز تاريخي، طبعا نجم العاشره في تاريخ الاهلي ونجمتين للجيل ده على وجه التحديد في بطولتين او نسختين متتاليتين، وان شاء الله امل كبير انه الثالثه كمان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نورت الدنيا كابتن ماهر، بشكرك على وجودك معانا، استمتعنا بيك طبعا وبحوارك وبخبرتك الكبيره جدا مع كره القدم. بشكر حضراتكم على المتابعه وان شاء الله نقابلكم بقى على خير في حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.